مشاهدينا إلى خبر آخر وإلى القاهرة، فبمشاركة كويتية متميزة انطلقت أمس أعمال المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، والذي تستمر أعماله على مدار يومين بحضور وفود من كبار العلماء من 85 دولة على مستوى العالم. وقد ترأست دولة الكويت الجلسة الأولى للمؤتمر برئاسة الدكتور عبد الله معتوق المعتوق رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. التفاصيل في سياق تقريرنا الآتي. عقد أعمال المؤتمر العالمي الخامس للأمانة العامة تحت عنوان الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي بحضور وفود من كبار العلماء والمفتين من بينهم الكويت، والتي ترأست الجلسة الأولى للمؤتمر برئاسة الدكتور عبد الله معتوق المعتوق. نحن بحاجة لمثل هذه المؤتمرات، لماذا؟ لأنه يقوم الحقيقة على احترام الرأي والرأي الآخر، وكذلك عندما نقول الإدارة الحضارية كيف نتعامل مع اختلاف الفقهاء بحضارية. حقيقة حددها علماء الأمة في جميع كتبهم، خاصة الأصولية، عندما يقولون ولا إنكار في خلاف. هذا رقي ما بعد رقي الحقيقة. علينا أيضا أن نتخلص من نظريات فقه الجماعة، فقه الجماعات المتطرفة بأيديولوجياتها النفعية الضيقة التي تأتي فيها مصلحة الجماعة فوق مصلحة الدولة، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة. تناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية تدور حول نقاط الاتفاق والافتراق بين النموذج الإسلامي في النظر إلى قضية الخلاف بشكل عام وقضية الخلاف الفقهي بشكل خاص. هذا المؤتمر اليوم يأتي لتسليط الضوء على نقطة مهمة جدا، وهي أنه في حالة الخلاف كيف يجب أن نتعامل مع الخلاف. هناك من يؤطر الخلاف ويجعله بمثابة الأصول، فينقل رتبة الفروع والمسائل الاجتهادية إلى مسائل أصولية، وبناء عليها يبني التفكير، ثم بعد ذلك يأتي التكفير، ثم بعد ذلك يأتي التفجير وإقصاء الآخر. ناقش الحاضرون التجارب والأنشطة العلمية الداعمة لمواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية لتحقيق رؤية فكرية معاصرة. تجديد النظر إلى الخلاف الفقهي وتنشيط التعارف بين العاملين في المجال الإفتائي، كلها وأكثر محاور هامة تستهدف تقديم نموذج إفتائي يسعى إلى تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي. أمل مسعد، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة.